عليك ذيك الزوايا لو ندافع الدنيا ولا هذاك الباب الورا وقفت شمس لكن مبوشايا. النبي كان يعرفكم انطمع وياه وتكسون الضلع حم يعلم بهايا مو بس كان يعلم كان قلبه كبير لحد ما مات ما سمعكم حكاية قضى عمره يخيط وانتم تفدقون قضى عمره يخيط وانتم تفدقون الوصية بعلبس ياهو مش برايا على مكمل كتابه وخاتم الرحمن وكتبكم دمت صارت بيا وشرايا علي مكمل كتابه وخاتم الرحمن وكتبكم دمج صارت بيع وجراية لو انعد كم قصص كان احترمت الدار كانت الرسول اشرف مصلاية حرمة بطلعتكم يلا مولانية يلا احسنت حبيبي يلا بعد الطويلة يلا بعد يلا روح يلا مايلو روح يلا تعال حب بزرة الله صير يلا جد نزل قول القلب بوصلة السلاية هنا عمنا تقول شكو ماكو زلم بالبيت لا عمنا الزلم كانت موصايا يطبون على عذر مقبل ويسيب هي ام الوصية تقلب هدايا اولو علمتنا ويا البقار يقولوا لك وادم كانت هواي التاريخ المزيف لازم نقاضيه التاريخ المزيف لازم نقاضيه ضم السوالف واعكس الآية كانت من تون تنتج على الحيطان الحيطان بدم حلا السام حناية وبعد عمرها 18 السنين 18 بس من كثر ما بيض كان المرتضى يسميها المراية وام حسن ترعتها ولد موجود اذا يطلع يقيم عليكم جناية ابو صالح قريبا يفقس الكمعان وعلى خشم اللواصب يشتغ الراية او يحط ايده بدينه ونروح لام حسين ونقعدها او نحط على القبر رايه او الا نطوف مكه الا نطوف مكه وبالاذان نصيح اشهد ان عادر اول الغايه او نرد لرض البقيع نهوس على حسين ونشنجع ونجي القبر الحسن والرفعه كم بايه.